بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين، وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين، وأعز العلم ورفع أهله العاملين به المتقين. أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين، وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وإياه أستعين وأستغفره وأتوب إليه. إن الله يحب التوابين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي مهد قواعد الشرع وبينها أحسن تبيين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأئمة، ومجلي دجى المشكلات المدلهمة، الزاهد الرباني والصديق الثاني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذه الليلة الثالث من شهر رجب من عام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في قراءة هذا الكتاب الجليل، وهو كتاب الإقناع لطالب الانتفاع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي، المتوفى سنة 67 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي سنقوم بشرحه هو كتاب كما لا يخفى عدد صفحاته كثيرة، والطبعة التي بين أيدينا في نحو 4 مجلدات، ولذلك فإنه لا يمكن شرح كل لفظة من ألفاظه ولا التعليق عليها باستيعاب ما فيها من الأدلة والتعليلات والتفريعات، وإنما يشرح عادة مثل هذه الكتب بعد قراءتها، يشرح بالتعليق على بعض المسائل المهمة، لأنه لن يقرأ هذا المختصر المطول في هذا الكتاب إلا ومن قرأ كتبا قبله تمهد له الوصول لهذا الكتاب. وهذا الكتاب وهو كتاب الإقناع للشيخ موسى من الكتب التي تقبلها العلماء وأقبلوا عليها معا، وقد كان لأهل العلم رحمهم الله تعالى مع هذا الكتاب عناية كبيرة واهتمام جليل، ودليل ذلك كثرة إقرائهم له وكثرة تعاليقهم عليه. ومن أشهر التعاليق التي ألفت على هذا الكتاب ربما تكون 4 تعاليق أو 5، فمن أوائل ما ألف في ذلك ووصلنا التعليق الذي كتبه تلاميذ المصنف، وهو الشيخ محمد بن إسماعيل، الذي تتلمذ على الشيخ أحمد بن مشرف، والشيخ أحمد تتلمذ على الشيخ موسى. والشيخ محمد بن إسماعيل توفي سنة 53 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله تعليقات على هذا الكتاب قرأها على تلميذ المصنف وعلق عليها وهي موجودة، ثم إن بعضا من تلامذته كابن ذهلان وغيره أيضا علقوا على نسخة شيخهم، وفيها تعليقات نفيسة ومفيدة، وهذا مخطوطته موجودة ومتوفرة بين طلبة العلم. ومن الذين عنوا بهذا الكتاب وعلقوا عليه وشرحوه الشيخ منصور البهوتي، المتوفى سنة 1051. نعم، قد يكون توفي قبل ابن إسماعيل، لكن ابن إسماعيل أكبر منه، فإن ابن إسماعيل ألف بعض الكتب قبل أن يولد البهوتي، فالبهوتي ولد على رأس القرن تقريبا، ولذلك قدمت ابن إسماعيل عليه. والبهوتي له كتابان على هذا الكتاب، شرح وحاشية. فأما الشرح فالمشهور فهو الشرح المشهور كشاف القناع، والحاشية فهي الحاشية النفيسة المشهورة بحاشية الإقناع. وقد ذكر الشيخ عثمان بن بشر عن شيخه عثمان بن منصور أن حاشية منصور البهوتي على الإقناع هي التي عليها الاعتماد، كذا نقل الشيخ عثمان بن منصور عن مشايخه. ومن الشروح التي عنيت بهذا الشيخ محمد الخلوتي، تلميذ وابن أخت الشيخ منصور، فإن له حاشية أيضا مطبوعة على الإقناع. المقصود بهذا أن هذا الكتاب عني به العلماء، ومشايخنا معنيون بكتاب الإقناع عناية كبيرة جدا، وقد ألفوا عليه العدد أو عددا من الكتب،
إما اختصارا أو تنكيتا عليه إضافة للحواشي التي سبقت. فمن الذين اختصروه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العائذي المتوفى سنة 1121 أو نحو ذلك، فإنه اختصر هذا الإقناع وزاد عليه مسائل من المنتهى وشرحه ومن الدليل وشرحه، وهذا الكتاب اسمه المجموع في المسائل كثيرة الوقوع. وممن اختصره كذلك الشيخ أو قبل ذلك الشيخ إسماعيل بن رميح أيضا اختصره في كتاب لطيف. وممن علق عليه الشيخ بن منقور في كتابه الفواكه، فإن الفواكه في الحقيقة هو تعليق على هذا الإقناع. المقصود أن عناية العلماء بالإقناع عناية كبيرة جدا، بل قد تكون مؤلفاتهم عليه، وخاصة مشايخنا في الحنابلة في جزيرة العرب، فإنهم معنيون بهذا الكتاب على سبيل الخصوص. والسبب سهولة هذا الكتاب وعناية مؤلفه به، فإن مؤلفه قد اعتنى به عناية كبيرة، فقد ذكر البهوتي في بعض مواضع حاشيته أن المصنف قد ألف المسودة ثم بعد ذلك رجع إليها وصححها وقوم فيها، نبه لذلك البهوتي في بعض مواضع الحاشية، وهذا يدل على أن صاحب الإقناع أعاد النظر في كتابه وصحح. وذكر أيضا البهوتي في شرحه أي في كتابه الآخر أن المراجع التي رجع لها المصنف، وأن المصنف لم يكتفي بالمقنع والتنقيح بل رجع إلى كتب أخرى، فإنه قد رجع إلى المقنع ورجع إلى التنقيح ورجع إلى المحرر ورجع إلى الفروع ورجع إلى المستوعب، فكل هذه الكتب الخمس رجع إليها، بل رجع أيضا للإنصاف كما سيأتي بعد قليل إشارة لكتابه. فالمصنف لم يكتفي بالرجوع للكتابين المشهورين عند المتأخرين والتي اعتمدها شيخه الشويكي في الإيضاح وغيره، وإنما زاد عليها مسائل، ولذا كان الإقناع فيه من المسائل الشيء الكثير التي لا توجد في المنتهى. وسأذكر أن بعض من الناس ظن أن الإقناع هو المنتهى وزيد عليه، سأذكره بعد قليل إن لم أنسى. المقصود أن هذا الكتاب فيه مسائل كثيرة وفيه سهولة عبارة، والأمر الثالث أنه يتميز بأن فيه مناطات وقواعد أكثر مما يكون في غيره من الكتب المشابهة والتي ألفت في زمانه. وقد بيّن المصنف هذا في مقدمته أنه ربما ذكر بعض التعاليل، وهذه التعاليل مناطات، كما أن الكتاب يتميز بالتقاسيم، ربما أخذ كثيرا من هذه التقاسيم من كتاب المستوعب للسامري، ومعلوم أن السامري نقل كثيرا من كتاب الخصال لابن البنا والخصال لشيخه القاضي أبي يعلى، والأصل في كتاب الخصال هو التقسيم والتنويع، فهو نوع من أنواع التأليف في كتب الفقه، بل هي نوع دقيق فيه. هذا الكتاب كتاب الإقناع وقرينه وهو كتاب منتهى الإرادات، أصبح المتأخرون من الفقهاء لا يكادون يخرجون عنهما، وقد عقد كثير من أهل العلم محاكمات بين هذين الكتابين، وأعني بالمحاكمة بينهما أي في التفضيل بينهما وتقديم أحدهما عند الاختلاف. وقد شهر عند كثير من أهل العلم أنه يقدم المنتهى إذا خالف الإقناع، ومن أول من نقل عنه هذا الكلام هو الشيخ بن ذهلان، عبد الله بن ذهلان، فقد نقل عنه تلميذه ابن ربيعة أنه قال ذلك، وبن ذهلان من تلاميذ ابن إسماعيل، وابن إسماعيل من تلاميذ المصنف، وقال إن أهل العلم على أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فإنه يقدم المنتهى. وهذا ذكر أيضا كثير من أهل العلم، ذكروا هذا، ومنه الشيخ بن عيسى وغيره. ومن أهل العلم من يقول لا، بل يقدم ما رجحه مرعي في الغاية، فإن مرعي في الغاية جمع بين الإقناع والمنتهى، فما رجحه مرعي فإنه يكون هو المقدم. وهذا أيضا رأي لبعض الفقهاء وخاصة من الشاميين. والحقيقة أن معرفة المعتمد في المذهب من غير المعتمد يرجع فيه إلى أربعة طرق، فلا بد عند التعارض من الرجوع لهذه الطرق الثلاثة الأولى بالخصوص، والرابع وهو أضعفها الذي يريده المتأخرون. فأول هذه الطرق أن يرجع في التصحيح لنصوص الإمام أحمد، فما وافق نص أحمد فإنه يكون هو المرجح والمقدم. والأمر الثاني أن يرجع لقواعده وقواعد فقهاء المذهب، فما وافق قواعد المذهب فإنه يكون هو الصحيح والمرجح. ومن قواعد المذهب كما سيأتي إن شاء الله ربما في درس اليوم والدرس القادم ما اعتمده ابن مفلح بأن ما صح الحديث فإنه يكون هو المذهب.
الأمر الثالث ما اعتمده أو القاعدة الثالثة يرجح بها الترجيح باعتبار أن هذا القول قد ذهب إليه أكثر فقهاء المذهب، وهذه تحتاج إلى استيعاب ونظر في كلام العلماء وما ذهب إليه الأكثر. القاعدة الرابعة وهي أضعف القواعد النظر باعتبار الكتاب، ولا يصار لهذه القاعدة الرابعة إلا عند العجز عن الأمور الثلاثة المتقدمة أو عند الاستعجال، فإن الاستعجال وضيق الوقت يجعل الحكم كحكم العجز، وهذه مثل المسألة المشهورة في كتاب وفي كتب الأصول، وهو أن المجتهد إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد جاز له أن يجتهد فيكون كالعامي العاجز، فيجوز له أن يقلد فيكون كالعامي العاجز عن الاجتهاد. المقصود بهذا أن معرفة الكتاب هذا من أضعف الوسائل. أقول هذا لما؟ لأن بعض الإخوة من طلبة العلم يقصر المذهب على الكتب وينسى القواعد المقدمة عليه، فإن القواعد المقدمة بها يعرف المذهب، فليس عارف المذهب من لم يعرف الأصول ولم يعرف الكتب ويعرف كلام أصحاب المذهب وحقيقته، فيقتصر على كتاب أو كتابين، فإن هذا ليس بصحيح، وإنما العبرة بما ذكرته قبل قليل. ولكن نعم، عندما يقولون إنه إذا تعارض الإقناع والمنتهى يقدم ما في المنتهى أو ما في الغاية، هذا على سبيل لنقول على سبيل الأحوال الكثيرة أو الأغلب ربما، وليس على سبيل الإطلاق، بل واجب على طالب العلم أنه إذا تعارض عنده الترجيح أن يرجع للأصول التي يبنى عليها الترجيح. هذه مسألة. المسألة الثانية في مسألة التحكيم أو المحاكمة بين المنتهى والإقناع. أولا، صاحب الإقناع وقف على المنتهى، ومعلوم أن صاحب المنتهى توفي بعد صاحب الإقناع بخمس سنوات، وأما ولادة صاحب المنتهى فلا أعلم متى ولد، ولكنه توفي بعد صاحب الإقناع بخمس سنوات، وصاحب الإقناع اطلع على كتابه منتهى الإرادات، صرح بذلك في كتابه حواشي التنقيح، فقد صرح موسى أنه اطلع على منتهى الإرادات وسمى مؤلف المنتهى، وصاحب المنتهى اطلع على الإقناع كذلك وقد صرح بذلك في شرحه على منتهى الإرادات المسمى بشرح المؤلف المطبوع باسم معونة أولي النهى، وإن كان هناك شك في هذا الاسم، فكل واحد منهما قد اطلع على كتاب الثاني. وقد قيل إن صاحب الإقناع أخذ المنتهى وزاد عليه مسائل، وهذا القول غير صحيح. ذكر هذا الكلام ورده الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته، فقد أنكر هذا الكلام وقال إن هذا غير صحيح، بل إن صاحب الإقناع ابتدأ كتابه من غير نظر في المنتهى، وصاحب المنتهى ابتدأ كتابه الظاهر من غير نظر في الإقناع، ولكن ربما صاحب الإقناع صحح كتابه بعد ذلك بعد اطلاعه على المنتهى، لأن المعروف أن المنتهى له أكثر من نسخة كما قال أو كما نبه لذلك البهوتي. هذه بعض المسائل المتعلقة بكتاب الإقناع أشرت إليها، والأهل العلم تكلموا عن هذا الكتاب بكلام أوسع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اجتهدت في تحرير نقوله واختصاره بعدم تطويله. نعم، بدأ المصنف هنا يذكر منهجه في تأليف هذا الكتاب، فقال: أولا اجتهدت في تحرير نقوله، أي أني لا أنقل فيه إلا نقلا اجتهدت في صحة ذلك النقل، وهذا يدلنا على أن طالب العلم إذا أراد أن ينقل في شيئا من كتب العلم فلا بد له أن يحرر وأن يدقق في نقله. قال: واختصاره بعدم تطويله. قوله واختصاره لأن هذا الكتاب وإن كان ذا صفحات كثيرة إلا أنه يعد من المختصرات، والقاعدة عند أهل العلم أن ما لم يكو فيه دليل ويكو فيه خلاف فإنه مختصر، ولذلك يسمون كل مجرد عن التدليل والتعليل بالاختصار، وهذا معنى قوله واختصاره بعدم تطويله. ولا شك أن الاختصار نسبي، فما من مختصر إلا وتحته مختصر، فالإقناع اختصر من الذين اختصرهم، إضافة لمن ذكرت الشيخ محمد عبد الوهاب اختصر جزءا من العبادات في الكتاب المشهور باسم أداب المشي إلى الصلاة. نعم. مجردا غالبا عن دليله وتعليله. نعم، قوله مجردا أي أن الكتاب جرده عن الدليل والتعليل، والدليل والتعليل مترادفان إذا افترقا، وأما إذا اجتمعا كحال كما ذكر المصنف هنا فيكون الدليل محمولا على النقل والتعليل على المعاني. والمصنف ذكر هذه الكلمة لبيان أنه وإن ذكر التعليل في بعض المواضع فإنه ليس على خلاف شرط، لأنه قال مجردا غالبا،
وغالبا ما يذكر التعليل لفائدة إما أن تكون مناطا كليا أو نحو ذلك. نعم. على قول واحد. نعم، قوله على قول واحد لأن المختصرات تكون على قول واحد. وهو ما رجحه أهل الترجيح. نعم، قوله وهو ما رجحه أهل الترجيح، هذا يدلنا على أن الإقناع من أوله إلى آخره إنما مصنفه ناقل وليس مختارا، لأن العلماء يفرقون بين نقل المذهب وبين الاختيار. والمرداوي في مقدمته لتصحيح الفروع ذكر العبارات التي يأتي بها ابن مفلح للدلالة على اختياره، وكذلك ذكر في مقدمة الإنصاف العبارات التي يأتي بها الموفق للدلالة على اختياره، بينما المصنف هنا يقول إنني نقلت ما رجحه غيري ولم أختر أنا بحسب ما أريد، وإنما بناء على قواعد الترجيح. وقد ذكرت قبل قواعد الترجيح، لكن المصنف في الغالب يعتمد على قاعدتين فقط من قواعد الترجيح. القاعدة الأولى وهي قاعدة الاعتماد على الكتب، والقاعدة الثانية الاعتماد على القواعد دون ما يتعلق بالنصوص. منهم العلامة القاضي علاء الدين المجتهد في التصحيح. نعم، أولا قوله منهم هذا يدلنا على أنه لم يقتصر على كتاب التنقيح وكتب القاضي علاء الدين المرداوي، وإنما رجع إليهم ولغيرهم. وذكرت أن صاحب الكشاف بيّن في مقدمته إلى أنه رجع إلى ما رجع إليه المصنف، وعد كتبا ذكرتها في أول درسنا اليوم. قوله القاضي علاء الدين، القاضي علاء الدين هو المرداوي، متوفى سنة 85 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المجتهد في التصحيح في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح. نعم، المرداوي له كتب ثلاث عليها الاعتماد، وهي الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح، ولذلك يسمون المرداوي بالمصحح لأنه ألف تصحيح الفروع، ويسمونه بالمنقح لأنه ألف التنقيح، ويسمونه بالمرجح لأنه ألف الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف أي في المذهب. ولكن إذا قالوا قال المنقح أي في كتابه التنقيح، وإذا قالوا قال المصحح أي في كتابه تصحيح الفروع. وهذه الكتب الثلاث اجتهد فيها مرداوي غاية الاجتهاد في تحريرها وتدقيقها، وقد رجع إليها مرات كثيرة. وفي الإنصاف أنه ذكر أنه قد كان قد كتب في التنقيح كذا ثم رجع عنه. ومعلوم أن نسخ التنقيح بينها اختلاف، ففي بعضها ترجيح ليس موجودا في بعض النسخ الأخرى، فربما كان مرداوي قد أخرج الكتاب أكثر من مرة، ولعل هذا يكون أحد الأسباب في اختلاف الترجيح بين صاحب المنتهى وبين صاحب الإقناع وغيرهم من المتأخرين، فإن بعضهم يعتمد على النسخ المتقدمة من التنقيح، وبعضهم يعتمد على النسخ المتأخرة من التنقيح. والتنقيح المشبع في الحقيقة كل من جاء بعده اعتمد عليه، ولذلك فإن المؤلف أعني موسى الحجاوي سئل سؤالا، إذا خالف ما في كتابك الإقناع خالف التنقيح فما المعتمد؟ قال المعتمد في المذهب هو ما في التنقيح. ذكر الناقل عنه قال هذا من إنصافه وصدق، فإن المؤلف اعتمد على النقل من الكتب، بينما صاحب التنقيح اعتمد على قواعد أخرى منها قاعدة معرفة الأكثر، لأنه جمع في الإنصاف كثيرا من الكتب التي قرروا فيها المذهب في كل مسألة، واستطاع بكتابه الإنصاف أن يحكم على كل مسألة باعتبار قول الأكثر فيها. ومن المسألة التي سمعتها من مشايخنا عليهم رحمة الله يقول إن ترجيحات المرداوي إذا اختلفت بين كتبه الثلاثة الإنصاف والتصحيح والتنقيح فأيها يقدم؟ فكان مشايخنا يقولون يقدم التنقيح ثم التصحيح ثم الإنصاف، هكذا كانوا يقولون. نعم، أحسن الله إليكم. وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته. نعم، قوله وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته هذه فيها فائدتان، فائدة الأولى أنه يذكر خلافا لا كسائر المختصرات، والفائدة الثانية أن الخلاف الذي يذكره المصنف هو أقوى الخلاف، ومعلوم أن الخلاف النازل الذي يكون في داخل المذهب مهم لطالب العلم معرفته، والخلاف النازل قد يكون في المسألة أقوال متعددة، حتى أن صاحب الإنصاف في بعض المسائل حكى نحو من 10 أقوال في مسألة واحدة بل زاد عن ذلك. ولكن مما جرى به عادة فقهاء مذهب الإمام أحمد أنهم يذكرون الروايتين التي عليهما الاعتماد،
فعلى سبيل المثال فإن القاضي أبا يعلى ألف في كتابه الروايتين والوجهين الروايتين المشهورة والأقوى، وابن قدامة في كتابه الكافي عني بذكر الروايتين اللتين تكونان أقوى كذلك، والمصنف هنا في كتاب الإقناع وما زاده عليه شارحه الشيخ منصور البهوتي عليهم رحمة الله جميعا فإنهم يذكرون الخلاف الأقوى في المذهب. ولنتنبه إلى أن أغلب الخلاف الذي يذكرونه في الإقناع أو في الكشاف أو غيره من الكتب إنما هو للشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا يدلنا على أن أقوى الخلاف في المذهب عند المتأخرين، وهو الذي يكون رواية ثانية في الغالب أو القول الثاني إذا أطلق ما يقابل القول الأول وهو المشهور، هو اختيار الشيخ تقي الدين. والشيخ قواعده لا تخرج كما لا يخفى على أصول الإمام أحمد وقواعد أهل الحديث عموما. المقصود من هذا أن هذه الكلمة تدل على قوة الخلاف الذي يريده هنا، وأن له حظ من النظر وليس خلافا ضعيفا وإنما هو من الخلاف القوي. وعزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته. نعم، قوله وعزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته هذه فائدة، وهو أن الفقهاء إذا قالوا قال فلان فإن هذا القول معناه أنه لم يخالفه المؤلف، ولكنه ربما كان فيه تبعة، فيه إشكال في إطلاقه وعدم تقييده أو في عمومه وعدم خصوصه أو نحو ذلك، فهو متردد فيه. فكأنه إذا قال قلت قال فلان ليس من باب ذكر الخلاف، وإنما ذكر حكم المسألة منسوبا إلى شخص، فإنه كأن المصنف يقول أنا إنما نسبته إليه خروجا من التبعة، لأنه ربما يكون فيه بعض الإشكال في هذا القول من الناحية الفقهية. نعم. وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح. نعم، مسألة أطلقت الخلاف هذه من المسائل المشهورة عند مذهب الحنابلة، وهو مسألة إطلاق الخلاف، وكان من أكثر الذين يطلقون الخلاف الإمام أحمد، ثم اشتهر هذا المسلك في أصحابه. وإطلاق الخلاف معناه أي أن حاكي المسألة يقول إن في المسألة خلافا ويسكت، أو يقول فيها قولان أو روايتان أو وجهان أو نحو ذلك من العبارات المتعددة. وقد أطال في ذكر هذه العبارات المرداوي مقدمة التصحيح وفي مقدمة الإنصاف، فإنه عني بتقييد الخلاف كثيرا. ولما كان تصحيح الخلاف كثيرا في مذهب الإمام أحمد، فقد عني كثير من أصحاب أحمد بتأليف كتب مفردة في تصحيح الخلاف المطلق. من هذه الكتب كتاب المرداوي التنقيح المشبع، وكتاب تصحيح الفروع، فإن من غرضهم الأساس وليس الوحيد هو تصحيح الخلاف المطلق. من الذين ألفوا شمس الدين النابلسي فإن له تصحيح الخلاف المطلق في المقنع، منهم ابن نصر الله فإنه ألف تصحيح أيضا الخلاف المطلق في المقنع، وهكذا. فالخلاف المطلق كثير، وهنا بين المصنف أنه أطلق بعض الخلاف، يعني أنه لم يعني يذكر أحد القولين، قال لعدم مصحح، لم أجد أحدا يصحح، لا من كلام المرداوي في كتبه الثلاث ولا من غيرها من الكتب، ولا في غيرها من الكتب. وهذا يعني يحتاج بعد ذلك إلى تصحيح، ربما يأتي إن شاء الله في محله وننقل كلام أهل العلم فيه. نعم. ومرادي بالشيخ شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن تيمية. نعم، هذه مصطلح المصنف مشى عليه ثم مشى من بعده على هذا المنهج، وهو إطلاق لفظ الشيخ على الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة 26 و700 من الهجرة. وأما من قبل المصنف كابن مفلح وابن نصر الله وكثيرون كذلك، فإنهم إذا أطلقوا الشيخ فإنهم يعنون به أبا محمد ابن قدامة عبد الله بن أحمد المتوفى سنة 620 من الهجرة. ولذلك فإن هذا المصطلح قد يكون باب الاشتراك اللفظي بين هذين العالمين، فيجب على طالب العلم أن يعرف مصطلح كل مؤلف في كتابه. وهذا من يعني يكفي أن المصنف ما أكثر من النقل عن أحد إلا عن الشيخ تقي الدين، لأن الشيخ تقي الدين الحقيقة كما قال الطوفي هو من أعلم الناس بأصول أحمد، فترجيحه في المسائل مبني على الترجيح بالأصول، قال وهو من أعلم الناس كذلك بنصوص أحمد، فترجيحه أيضا مبني على هذين الأمرين الذي افتقدها كثير من المتأخرين، وهو العلم بنصوص أحمد وقواعده.
وعلى الله أعتمد ومنه المعونة أستمد وهو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة، وبدأ أولا بتعريف الطهارة، قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه. قوله ارتفاع الحدث سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف تعريف الحدث، فعرف الحدث بعد ذلك بأنه ما أوجب وضوءا أو غسلا، وعرفه كذلك أيضا بأنه الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من أداء الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وكلا الأمرين سيأتي في كلام المصنف بعد ذلك. قال وما في معناه، قوله وما في معناه، الضمير في قوله وما في معناه ذهب البهوتي إلى أنه عائد إلى ارتفاع الحدث، أي وما في معنى ارتفاع الحدث. وذهب الخلوتي تلميذ البهوتي إلى أن الضمير عائد إلى الحدث لا لارتفاع الحدث، فيكون وما في معنى الحدث. قال لأن الارتفاع وصف واحد حكمي وليس له ما يقوم مقامه، وإنما الحدث هو الذي له ما يقوم ما يكون في معناه، مثل المستيقظ من النوم الليل الذي يوجب الوضوء فإنه في معنى الحدث وإن لم يكن حدثا. ثم قال المصنف وزوال النجس. عندنا في قول المصنف وزوال النجس مسألتان، مسألة الأولى في قوله وزوال، أتى المصنف بالمصدر ولم يعبر بالفعل إزالة، وسبب الإتيان بالمصدر ليشمل أمرين، ليشمل الزوال بفعل الآدمي، وليشمل كذلك الزوال من غير فعل من الآدمي، فإن أفعال التروك لا يشترط فيها نية. ولكن هذا التفسير يشكل عليه أنه جعل في الحدث ارتفاع، فالأنسب أن يجعل في الحدث رفعا، لأنه لا بد فيه من نية، الحدث لا يرتفع إلا بنية، بينما الخبث لا يلزم فيه النية، وهذا الذي جعل بعضهم يعبر بأنه رفع الحدث وزوال الخبث لأجل مراعاة النية. قوله وزوال النجس، عبر مصنف بالنجس بينما صاحب المنتهى عبر بكونه خبثا، والمعنى فيهما واحد، لكن ربما كان غرض صاحب المنتهى ابن النجار من التعبير بالخبث أن الخبث أحد نوعي النجس، فإن النجاسة إما أن تكون حكمية وإما أن تكون عينية، والعينية لا يمكن إزالتها مطلقا، ما تزول النجاسة العينية، فما وصف بكونه نجس عين فإنه لا تزول نجاسته كالعذرة لا يمكن تطهيرها، وإنما تزال النجاسة الطارئة وهي النجاسة الحكمية، فلربما كان هذا هو السبب في تعبير ابن النجار بالخبث، وإن كان كلا الأمرين جائز وقد ورد بهما الخبر. قول المصنف أو ارتفاع حكم ذلك، قوله أو ارتفاع حكم ذلك هذه عبارة المصنف، بينما عبارة صاحب المنتهى أو ارتفاع حكمهما، أي ارتفاع حكم الحدث وحكم النجس، وقد حاكم بين التعريفين البهوتي وقال إن عبارة المؤلف في الإقناع أجود من عبارة صاحب المنتهى، لأنه لا يلزم ارتفاع حكم الاثنين معا، وذكر تعليلا مناسبا. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله أقسام الماء ثلاثة: طهور بمعنى المطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم، قول المصنف أقسام الماء ثلاثة، بدأ بأول أقسام الثلاثة، قال وهو الطهور بمعنى المطهر، قوله بمعنى المطهر لأن من الناس من يقول إن الذي بمعنى المطهر هو الطاهر، وهذا طريقة بعض الحنفية وغيرهم، ولكن أراد أن يشير لهذا المعنى. قال لا يرفع الحدث، مراده بالحدث نوعيه الأصغر والأكبر، ولا يزيل النجس الطارئ، لاحظ هنا عبر بالنجس الطارئ، وهو الذي يعبر عنه بعضهم بأنه الخبث، فجعل الخبث هو النجس الطارئ، وإذا قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره، الضمير في قوله غيره عائد إلى ذلك الماء الطهور، فلا بد أن يكون كذلك. وبناء على ذلك فإن ارتفاع الحدث بغير الماء لا يتصور، وكذلك إزالة النجاسة لا يتصور بغير الماء، فالتطهر بالتيمم
لا نسميه رفعا للحدث، وإنما نسميه استباحة للصلاة. فالتيمم مبيح وليس رافعا، وهذا مبني على قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعود لرفع الحدث والنجاسة معا. وكذلك ما كان من باب الاستجمار بالحجارة، فإن الاستجمار بالحجارة هو إزالة النجو، أو عبر عن الفقهاء بأنه إزالة حكم النجو أو حكم الخارج من السبيلين، فليس إزالة للنجاسة الطارئة التي هي الخبث، وإنما هو إزالة لحكمها. ولذلك قال العلماء إن الاستجمار بالحجارة ونحوها إنما هو مبيح للعبادة وليس مطهرا بمعنى إزالة النجاسة بالكلية، فهي من باب التخفيف. نعم. وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. نعم، قول المصنف هو الباقي على خلقته، هذا التعبير أول من جاء به هو ابن مفلح، وتبعه جماعة مثل صاحب التنقيح وغيرهم، قالوا إن الماء الطهور هو الباقي على خلقته. وأشكل على ذلك، طبعا وتبعهم جماعة منهم صاحب المنتهى وغيره، وأشكل على ذلك أن بعض الماء الطهور لم يبقى على خلقته، مثل المتغير بطول المكث، والمتغير بسبب الإناء وهكذا، والرائحة بالمجاورة ونحوها، فهو ليس باقيا على خلقته ومع ذلك هو طهور. ولذلك فإن المصنف، وهذه من عنده، ذكر زيادة حقيقة أو حكما، فهو لم يتغير حقيقة بل بقي كما خلقه الله عز وجل، كما نزل من السماء أو نبع من الأرض، أو حكما أي وإن تغير إلا أنه ملحق بالحقيقي. قرر ذلك المصنف، قرر الاستشكال والتوجيه في حاشيته على التنقيح، وهذا أحد التوجيهات في هذه المسألة. ويمكن أن يقال إن قوله، أي قول صاحب الفروع ومن تبعه، وهو الباقي على خلقته، أنه من باب التنويع، فيقال وهو الباقي على خلقته وماء البحر وما تغير بمكثه وغير ذلك، فيكون الواو التي بعدها ليست استئنافية وإنما هي عاطفة على المعرف، وهذا قد يكون أجود من التكلف الذي ذكره المصنف حينما قال أو حكما، فإنه في الحقيقة بمعنى التكلف، لأن لا يكون تعريفا إذا قلت إنه حكمي، فإن الحكم يحتاج إلى معرفة الأحكام كلها، فلم نستفد شيئا. أحسن الله عليكم. ومنه ماء البحر. نعم، ماء البحر الإجماع منعقد عليه والحديث فيه صريح. وما استهلك فيه مائع طاهر. نعم، قوله وما استهلك فيه مائع طاهر، استهلك أي ذابت أجزاؤه فيه، فلم يبقى فيه أثر لا بطعم ولا بلون ولا برائحة، وهذا معنى الاستهلاك، استهلك لم يبقى فيه جرم ولا نحو ذلك. وبناء على ذلك فإن كل مائع طاهر إذا استهلك في الماء ولم يغير أحد أوصافه الثلاث فإنه يبقى طهورا، مثل لو كان الماء يسيرا وسقط فيه شيء من الملح الذي لم يغيره، أو شيء من السكر الذي لم يغيره، ولم يبق شيء من جرمه ولا طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإنه لا يضر. نعم. أو ماء مستعمل يسير فتصح الطهارة به. نعم، قول المصنف أولا أو، هذا العطف هو معطوف على آخر مذكور، وهو كلمة مائع طاهر، ومعنى الجملة حينئذ ما استهلك فيه مائع طاهر أو استهلك فيه ماء مستعمل يسير. ومعنى ذلك أي أن الماء الطهور استهلك، أي دخل معه ماء مستعمل لكنه يسير ليس كثيرا، كما سيأتي بعد قليل، فإن الكثير سيأتي حكمه في الطاهر إن شاء الله. نعم، وهو مسألة خلط الماء المستعمل مع الماء الطهور. أحسن الله إليكم. ولو كان الماء الطهور قبل فتصح، فتصح الطهارة به، ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها قبل الخلط. نعم، قول المصنف فتصح الطهارة به، أي فتصح الطهارة بالماء الذي اختلط به ماء مستعمل يسير، ماء مستعمل يسير، أو اختلط به مائع طاهر واستهلك فيه. وقول المصنف ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها قبل الخلط،
هذا فيه نكتة، وهو أن هذه الجملة فيها إشارة إلى أن الطاهر، أي الماء الطاهر المستعمل، إذا استهلك في الطهور فإنه يكون طهورا كذلك. وقوله ولو كان الماء طهورا، هذه إشارة للخلاف، فصاحب الإقناع خاصة يأتي بكلمة لو كثيرا للإشارة للخلاف، هو بالذات يأتي بها للإشارة للخلاف، وأشار بقوله ولو كان إشارة للخلاف في جواز التطهير، لأن من الذين خالفوا في هذه المسألة قالوا إنه يكون طهورا لكن لا يصح التطهر به، وهذه فيها خلاف، وهذه فيها نكتة تدل على دقة المصنف، وهي نكتة دقيقة. نعم. ومنه مشمس، نعم منه أي من الطهور، مشمس أي مسخن بالشمس، ومتروح، ومتروح بريح ميتة إلى جانبه. نعم، متروح أي أصابته ريح بريح ميتة إلى جنبه، وهذه أن يتغير أحد أوصافه وهو صفة الرائحة فقط بالمجاورة للميتة، وكذا إذا كان طبعا الميتة نجسة، وكذا إذا كانت الريح من شيء طاهر كأن يأخذ ريح ثوم أو بصل أو نحو ذلك فإنه يسمى طهورا كذلك. أحسن الله إليكم. ومسخن بطاهر ومتغير بمكثه، مسخن بطاهر واضح ما في إشكال، ومتغير بمكثه، بمكثه أي متغير بسبب مكثه في الإناء أو في الأرض، أو بطاهر يعني يتغير بمكثه، مثل أن يكون الإناء فيه صدى. أحسن الله إليكم. أو بطاهر يشق صون الماء عنه كنابت فيه وورق شجر وطحلب وسمك ونحوه من دواب البحر وجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة. طيب. يقول أو بطاهر، أو تغير بطاهر، يدلنا على أن غير الطاهر وهو النجس لا، أن النجس يسلبه الطهورية. يشق صون الماء عنه، يشق هي المشقة المعتادة، ومثل ذلك المصنف بأمثلة، قال كنابت فيه أي كشجر نبت فيه. قوله وورق شجر، عطف المصنف قوله ورق شجر على النابت يدل على أن المراد بالشجر الذي لم ينبت فيه وإنما يكون قد سقط فيه، مثل برك المياه المزارع وغيرها يكون بجانبها شجر فيسقط ورق الشجر في تلك البرك، وقد تغير طعمه أحيانا فإن هذا لا يسلب الطهورية. قوله وطحلب، طحلب هو الفطر الذي ينبت في الماء ونسميه باللهجة العامية الغرب، هذا ينبت فوق المياه في البرك إذا لم تتحرك وكانت آجنة يخرج فيها الطحلب وهو كثير ولا يسلب الطهورية. قوله وسمك، إذا كان يعني فيه، لأن السمك يعني ينتن برائحة الماء، ونحوه من دواب البحر مما يكون غالب حياته في البحر، وجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة طاهر، إذا سقط في الماء مثل جراد مثل البعوض مثل القمل سيأتي إن شاء الله الخلاف فيه، والبعوض كذلك مثل الجراد وغيرها من الأمور التي لا نفس له سائلة، بمعنى أنه ليست لها دورة دموية كاملة، وسيأتي تفصيلها في محله. وآنية أدم، نعم قوله وآنية أدم، الأدم اللي هو الجلد، فغالبا الآنية إذا كانت الجلد ولو كانت مدبوغة إذا وضع فيها الماء فإنه يغير في طعمه، ولذلك قال العلماء إن الجلد إذا كان طاهرا مذكا مدبوغا ووضع فيه ماء جاز، وأما إذا لم يكن الحيوان طاهرا أو لم يكن الجلد مدبوغا أو لم يكن مذكا ولو كان طاهر الأصل في حياته مدبوغا فإنه إذا وضع فيه الماء وكان قليلا سلبه الطهورية، وإذاك يقولون إن الجلد غير المذكى يجوز استعماله بعد دباغته في اليابسة دون المائعات، وسيأتينا في محله. إذا المراد بالجلد هنا الجلد الذي استوفى الشروط الثلاثة. أحسن الله إليكم. ونحاس ونحوه، نعم النحاس واضح لأنه سبحان الله يجعل في الماء طعم، يعني يكون فيه طعم ورائحة كذلك. ومقر وممر، قوله ومقر وممر أي إذا لم يتغير بالإناء وإنما بسبب ما استقر فيه، أي في آخر الإناء، أو بسبب الممر أي الممر الذي يمر فيه اللي هو نسميه ثعبة الإناء مثلا
كانت من نحاس أو من جلد، وهذه الثعبة تغير بسبب مروره فيها طعمه فإنها لا يضر. فكله غير مكروه كماء الحمام. نعم، قوله كله غير مكروه فهو طهور غير مكروه، قوله كماء الحمام لأن ماء الحمام قد يمر أو يقر في أمر يغيره، ومع ذلك فإنه انعقد الإجماع على كونه طهورا. وإن غيره غير الحمام، ما هو الحمامات ليس المراد بها التي نتعامل بها الآن، وإنما المراد بالحمام ما يكون محل المستحم وهو الموجود في البلاد الشامية كثيرا. وهذه الحمامات يكون فيها بمثابة الجدول الصغير الذي يمر في أثنائها ثم يغترف المستحمون منه. هذا الماء الذي يمر إما بسبب نزع من البئر ثم يمر في هذه الممرات، هذا المرور قد يكون فيه بعض التغير بسبب الممر أو بسبب المقر، وقد انعقد الإجماع على أنه طهور فإنه يغتسل منه من الجنابة بإجماع. فلذلك عبر المصنف في قوله كماء الحمام، والكاف دائما إما أن تكون كاف تنظير أو كاف تشبيه. هذه الكاف هنا هي كاف تشبيه وليست كاف التنظير، ونفرق بين كاف التنظير والتشبيه في كتب الفقهاء، أنهم يقولون إذا كان ما بعد الكاف بعض ما قبلها فهي كاف تشبيه، فهي حكمها حكم ما قبلها، وإن كان ليست بعض ما قبل الكاف فهي كاف تنظير فتكون من باب التعليل أو التوجيه ونحو ذلك. وإن غيره غير ممازج كدهن وقطيران وزفت وشمع وقطع كافور وعود قمار وعود قماري أحسن الله إليكم وعنبر إذا لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه. طيب نأخذ جملة جملة. يقول مصنف وإن غيره، وأي وإن غير الماء الطهور غير ممازج. قوله غير ممازج يعني أنه لا يختلط به، كما عبر صاحب المنتهى بأنه غير مختلط به. قوله كدهن، الدهن اللي هو الزيت، وقطران، القطران المعروف، وزفت مثل القطران بس يكون أثقل شوي، وشمع، الشمع معروف أنه قد يذوب ثم يجعل في الماء فيتجمع ولا يختلط بالماء، وقطع كافور أيضا، الكافور معروف ويباع، لكن قطع كافور عبر بالقطع لأن الكافور إذا دق ثم سكب في الماء سلبه الطهورية، لأنه يكون ممازجا ويكون مخالطا لأجزاء الماء، ولذلك عبر مصنف بقطع، فننتبه لهذه المسألة. قوله وعود قماري، قماري نسبة لبلد، هذه البلدة تقريبا حسب ما قرره بعض يعني أهل البلدان المعاصرين أهل الجغرافيا هي كمبوديا. فالعود القماري هو العود البخور اللي يسمونه في بعض المناطق عندنا بالعود الأزرق، العود الأزرق أو العود الخشب، هذا هو المراد هنا، العود القماري الذي يتبخر به الناس أي بدخانه، فهذا هو العود القماري نسبة للبلدة، وهي كمبوديا الآن تقريبا، هي كمبوديا. قوله هو عنبر، معروف العنبر، هذا أسهل. إذا لم يستهلك، قوله إذا استهلك يعني إذا لم يدق ويميع في الماء، إذا لم يدق ويميع ويتحلل في الماء. وأما إذا كان مدقوقا من ما سبق، إذا كان يعني ذا جرم أو إماع فاختلط بالماء، فإنه حينئذ يكون طاهرا ولا يكون طهورا إلا إذا غلب على اسمه طبعا. أو ملح مائي، أو ملح مائي. نعم، الأملاح العلماء يقول إنها نوعان، ملح مائي وملح معدني. الملح المائي هو المستخرج من البحر، والملح المعدني هو المستخرج من الجبال أو من الأرض. عندنا في المملكة أو في البلاد يباع ثلاث أنواع من الملح. الملح المستخرج من البحر هذا ملح مائي، هذا الملح المشهور مع التكرير يستخرجون معه كميات من الملح. هذا الملح قالوا أصله من الماء، فإذا أضيف لماء طهور لم يسلب الطهورية. النوع الثاني الملح المعدني، وعندنا نوعان في بعض المناطق، في منطقة جيزان يقص الجبل قصا، جبال ملحية تقص، وفي بعض المناطق مثل شمال المملكة الفقريات وهنا قريب القصب
يحفرون الأرض السبخة فيضعون فيها الماء فينقلب الماء ملحا بعد مضي فترة، وكلا الأمرين يسمى ملحا معدنيا وليس ملحا مائيا. الملح المائي هو الذي يستخرج من البحر، الملح المعدني سيأتي حكمه أنه يسلب الطهورية، أما الملح المائي فلا يسلب الطهورية لأنه أصله من الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الماء هو الطهور ماؤه وملح وفيه الملح فهو مستخرج منه وعاد إليه. نعم. أو سخن بمغصوب، نعم يعني خشب مغصوب أو فحم مغصوب، أو اشتد حره أو برده لأنه مؤذي ويتضرر البشرة وتتضرر البشرة به، فطهور مكروه، نعم طهور يرفع الحدث لكنه مكروه، مكروه لأنه فيه ضرر على البدن أو لأنه فيه إتلاف لمال الغير وهو التسخين بالمغصوب، أو ربما لوجود الخلاف في بعض الصور المتقدمة كالملح المائي وغيره، والقاعدة عند فقهائنا أن ما كان فيه خلاف ولو قوي يراعى الخلاف بالحكم بالكراهة. نعم. وكذا مسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه، نعم قوله وكذا مسخن بنجاسة، المصنف أطلق قال مسخن بنجاسة، وهذا الإطلاق يدلنا على أن كل مسخن بنجاسة فهذا حكمه، وبناء عليه يشمل ذلك إذا ظن وصول أجزاء النجاسة إلى الماء، وإذا قطع بعدم وصول أجزاء النجاسة إلى الماء. كيف يقطع؟ بأن يكون الماء في إناء مغلق محكم ولكنه سخن بنجاسة، فحينئذ نقول هو مكروه كذلك. إذن قوله مسخن بنجاسة سواء قطع بعدم وصول النجاسة أو ظن عدم وصول النجاسة فكلاهما سواء، لكن إن علم أي تيقن وصول النجاسة إليه من هذا الدخان الذي سخ أو من هذه النار أو النجس الذي سخن به الماء، أما إن علم فإنه يسلبه الطهورية وخاصة إذا كان قليلا. إذن يجب أن ننتبه لهذه المسألة في قضية المسخن بنجاسة. طبعا أو سيأتي إن شاء الله. طيب قال إن لم يحتج إليه، هذه المسألة إن لم يحتج إليه يعني أنا أقول فيها إشكال، ووجه الإشكال أن القاعدة عند أهل العلم أن كل مكروه ترتفع حكم الكراهة إن احتيج إليه، فحينئذ لا حاجة لتخصيص المسخن بالنجاسة بأنه ترتفع كراهته إن احتيج إليه، إلا إذا قيل إن هذه الجملة وهي قوله إن لم يحتج إليه يعود لكل ما سبق، والحقيقة أن سياق المصنف لا يقتضي ذلك لكن بتكلف. ويكره إيقاد النجس وماء بئر في مقبرة وماء بئر في موضع غصب أو حفرها أو طيب. نأخذ جملة جملة. قول المصنف ويكره إيقاد النجس، هذه مسألة ذكرت في غير مظنتها لأنها لا تتعلق بالمياه وإنما تتعلق بكل شيء، فيكره الإيقاد لطبخ الطعام، يكره الإيقاد لأجل تسخين الماء، يكره الإيقاد لكل شيء، كل نجاسة يكره إيقادها. هذا الإيقاد للنجاسة ما العلة فيه؟ قيل خشية وصول النجاسة وانتشارها، وقيل أن العلة في كراهة إيقاد النجاسة لأن النجاسة لا ينتفع بها حتى في الإيقاد، هذا كلامه، لكن لم نقل بالحرمة كسائر استعمالات النجاسة لأن هذه حرق لها وإتلاف لها بخلاف استعمال في ما يباشر البشرة. طبعا ذكر العلتين الشيخ تقي الدين وغيره. قوله ماء بئر في مقبرة، الماء البئر ليس ملكا لأحد لأن نقع البئر ليس مملوكا، لكن لما كان في مقبرة خشي من أن يكون موقوفا على مصلحة المقبرة فيمنع منه، ولأنه ربما علل بعضهم بأنه لأجل التقدر. قال وماء بئر في موضع غصب، معنى هذا الشيء يعني أن الأرض المغصوبة إذا كان فيها بئر فإنه يكره الوضوء منها، لأن استعمال الأرض المغصوبة منهي عنه، ولم نقل إنه حرام لأن الماء الذي في باطن الأرض ليس ملكا لأحد، فالناس شركاء في ثلاثة. قال أو حفرها أي ويكره حفر البئر في الأرض المغصوبة. قال أو أجرته غصب، يعني أو أن يكون أجرة جلب الماء أو نحو ذلك غصب. وما ظن تنجيسه واستعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط. نعم. قال ويكره أيضا ما ظن تنجيسه، يعني هو طاهر لأن أنت تظن نجاسته لكنك
لم تتيقن، فما ظن تنجيسه سواء بأي سبب فالأصل الاستمساك بالأصل وهو الطهارة، لكن يكره من باب الاحتياط، لأن أسباب الكراهة متعددة غير الكراهة النصية، هناك كراهة لأجل مراعاة الخلاف، وهناك الكراهة لأجل الاحتياط درءا للوقوع في الوسواس، درءا للوقوع في بعض الإشكالات الشرعية. نعم. قال: واستعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط، وأما رفع الحدث فيجوز، لأنه قد روى عبد الله بن أحمد من حديث علي رضي الله عنه، طبعا في زوائد عن المسند، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم. ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامه. نعم، هذه المسألة في الحقيقة من ما أورده صاحب الفروع وزادها المصنف. قال: ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم. الحقيقة أن صاحب الفروع عندما نقل هذه المسألة ذكر أن هذه المسألة هو ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يكره، وسبب عدمي أو وسبب إشارتهم لهذه المسألة، أو خلنا نأخذ أولا ما وجه ظاهر الكلام، من إن جاء الظاهر، نقول إن ظاهر كلامهم أخذ من عدم نصهم على الكراهة، فإنهم حينما لم ينصوا على الكراهة فإن ترك الحكم يجعله على الأصل، أي عدم وجود الحكم فتبقى على الإباحة، هذا هو أخذ الظاهر من هذه الجهة. الأمر الثاني: ما سبب إرادة هذه المسألة؟ أنه قد ورد النهي عن الصلاة على ظهر الكعبة، فلكي لا يظن أن النهي يشمل حتى الوضوء بالماء الذي جرى على ظهرها، نبه بعض أهل العلم منهم صاحب الفروع ونقله المصنف على ذلك. نعم. فهذا كله يرفع الأحداث. نعم، قال: كله، أي المكروه غير المكروه من الماء الطهور، يرفع الأحداث. ثم عرف الحدث فقال: جمع حدث وهو ما أوجب وضوءا أو غسلا. نعم، هذا التعريف الأول الذي أورده المصنف. حسن الله عليكم. إلا حدث رجل وخنثى بماء خلت به امرأة ويأتي. نعم، يقول يستثنى من ذلك ماء طهور لا يرفع حدثا، سيأتي في محل إن شاء الله عندما نتكلم عن الطاهر. والحدث ليس نجاسة. نعم، يقول المصنف الحدث ليس نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، فمن قام به هذا الوصف الحكمي فإنه لا يسمى بأنه نجس، وإن ألحق بأحكام النجاسة في بعض المسائل، فيقول هو أحد الحدثين، يعبر بعض الفقهاء بأحد الحدثين. بل معنى يقوم بالبدن يمتنع معه الصلاة والطواف. نعم، هذا هو التعريف الثاني للحدث، بأنه معنى أي وصف، يقوم بالبدن أي ببدن الآدمي، يمتنع معه أي يمتنع المحدث الذي وجد فيه هذا الوصف من الصلاة والطواف وسائر الأمور التي يشترط لها الطهارة. والمحدث ليس نجسا. نعم، الحديث أبي هريرة المعروف. فلا تفسد الصلاة بحمله. نعم، فلا تفسد الصلاة بحمله، لأنه ليس بنجس، هذه بناها على هذه القاعدة. وهو من لزمه للصلاة ونحوه ونحوها وضوء أو غسل أو تيمم لعذر. نعم، هذا لما عرف الحدث بأنه ما أوجب الوضوء أو الغسل بيّن بعد ذلك أن المحدث هو الذي يلزمه عند أداء العبادة التي يشترط لها رفع الحدث، يلزمه الوضوء أو الغسل أو التيمم عند وجود العذر بدلا عن الوضوء أو الغسل. والطاهر ضد النجس والمحدث. نعم، هذه فائدة، بيّن المصنف في هذه الجملة أن لفظة الطاهر من الألفاظ المشتركة التي تطلق على معنيين، تطلق على ضد النجس وتطلق على ضد الطاهر، فقد يكون الشيء طاهرا باعتبار أنه ضد النجس، ولكنه ليس بطاهر باعتبار أنه غير محدث، مثل الذي انتقض وضوءه الآدمي هو محدث غير طاهر باعتبار أنه محدث، ولكنه طاهر باعتبار أنه ليس بنجس، فهذه من ألفاظ الاشتراك، وهذا اللفظ سيأتي إن شاء الله أثرها بعد قليل. ويزيل الأنجاس الطارئة. نعم، عبر مصنف بالأنجاس الطارئة، لأن الأنجاس نوعان، إما أن تكون نجاسة عينية وإما أن تكون نجاسة طارئة، والنجاسة الطارئة هي النجاسة الحكمية، وغالبا ما يستخدمان بمعنى متقارب، فالطارئة يعني الطارئة على المحل، بأن يكون المحل
في الأصل أنه طاهر، ثم طرأت عليه نجاسة كالثوب إذا أصابه بول ونحوه. جمع نجس، نجس أو نجس يصح الوجهان. نعم. نجس وهو كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. قاله في المطلع: وهي النجاسة العينية ولا تطهر بحال. نعم، هذه جملة اعتراضية التي قرأتها كاملة ليست متعلقة بالسابق، فيقول المصنف إن الماء الطهور يزيل الأنجاس الطارئة فقط، ثم استطرد المصنف في بيان ما هو النجس، فقال النجس هو أي النجس سواء كان النجس نجاسة عين وهذا هو الأصل، أو يعني كان قد طرأ على غيره. قال كل عين، فلا يوصف الشيء بكونه نجسا أو نجسا صح الوجهان في فتح الجيم وكسرها إلا أن يكون عينا، فالمعاني لا توصف بذلك، فهي ليست أوصاف حكمية وإنما أوصاف حقيقية. قال حرم تناولها أي حرم أكلها، المراد بالتناول الأكل، وهذه قاعدة أن كل نجس يحرم أكله، ولكن هل كل ما حرم أكله فإنه يكون نجسا؟ نقول لا، لما سيذكره المصنف. قال مع إمكانه أي مع إمكان الأكل، مع إمكان الأكل، فعبر المصنف مع إمكانه لأن هناك أشياء طهورة لا يمكن تناولها لعدم الإمكان كالجبل. الشخص عندما يرى صخرة كبيرة لا يمكن أن يأكلها بسبب عدم قدرته على أكلها، ولذلك مع عبارة مع إمكانه في الحقيقة هي من باب إخراج غير المتصور عقلا، ولذا بعضهم قال لا حاجة لها. قال لا لحرمتها، هذه عكس القاعدة ذكرناها قبل قليل، فإن هناك أشياء يحرم أكلها لغير النجاسة، ولذلك العلماء يقولون إن ما يحرم أكله أربعة أنواع أوردها المصنف: إما أن يكون نجسا، وإما أن يكون حراما، وإما أن يكون مستقذرا، وإما أن يكون ضارا، والضار ليس بنجس ولا بحرام. لحرمتها بأن تكون مستحقة العين مثلا، لاستقذارها بأن تكون مستقذرة في عادة وعرف أهل الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قاربه، فالعبرة باستقذار العرب في ذلك الوقت لا باستقذار باديتهم في ذلك الوقت، وذلك مثل الحشرات التي يحكم بطهارتها ولكنها مستقذرة مثل دودة القز وغيرها. قال ولا لضرر بها في البدن مثل المخدر والسم، فإن فيها ضرر في البدن أو العقل فإنه تحرم لكنها ليست نجسة. قاله في المطلع، والمطلع هذا شرح لغريب ألفاظ المقنع لابن بالفتح البعلي عليه رحمة الله، من كتب النفيسة جدا جدا حقيقة، هذا من كتب النفيسة. قال وهي النجاسة العينية أي أنها تلك النجاسات هي النجاسة العينية ليست الطارئة وإنما عينية، فإذا طرأت هذه النجاسة على ثوب سميت طارئة باعتبار الثوب، فالثوب نجس نجاسة طارئة، والنجاسة في نفسها عينية، ولا تطهر بحال، ما تطهر النجاسة بعينية في حال. نعم. وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجست ولو بانقلاب بنفسه كعصير تخمر فمتنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها ويأتي. نعم، يقول مصنف إن النجاسة العينية إذا طرأت على محل، طبعا النجاسة العينية أو المتنجس بنجاسة طارئة، إذا طرأت على محل فإنها تنجسه سواء كانت طارئة بأن عرضت عليه بإصابتها له، أو هي انقلبت العين وحدها، انقلبت بنفسها كعصير تخمر، عصير التفاح والعنب إذا فتح الإناء وحده ثم ذهب البخار فإنه يتخمر يصبح خمرا والخمر نجسا. قال فمتنجس واضح، ونجاسته أي ونجاسته ما طرأت عليه النجاسة حكمية لأنها طارئة عليه، فالحكمية هي الطارئة، فبين المصنف أن الطارئة والحكمية معناهما متقارب، يمكن تطهيرها يمكن إزالته، فكل متنجس يمكن إزالته بخلاف النجس العين فلا يمكن إزالته. قال ويأتي لأن سيعقد بابا في باب إزالة النجاسة يذكر فيه كثير من أحكام إزالة النجاسة، وعبرت بالكثير لأن إزالة النجاسة إذا كانت على الماء فتذكر في كتاب المياه، وإذا كانت على الأرض فهناك، وإذا كانت على الثياب كذلك، وإذا كانت على البدن فتذكر في باب الاستنجاء. نعم. ولا يباح ماء آبار ثمود غير بئر الناقة. قال الشيخ
وهي البئر الكبيرة التي يريدها الحجاج في هذه الأزمنة. نعم، قال ولا يباح ماء آبار ثمود غير بئر الناقة. أرض ثمود معروفة، هي في مدائن صالح. قال غير بئر الناقة، هي البئر التي كانت تردها الناقة، وقد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بها فاستسقى أصحابه منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توكى الأواني التي والأطعمة التي طبخت بسائر الآبار إلا بئر الناقة، لأنها أرض مغضوب عليهم ومعذبين، وهذه هي العلة كما قرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. قال الشيخ، يعني بالشيخ الشيخ تقي الدين، وهي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة. هذا يدل على أنها مشهورة بالاستفاضة، استفاض الناس أنها هي البئر، والبئر معروفة إلى الآن في منطقة العلا ويستقى منها وما زال فيها ما كما قيل. قول المصنف فظاهره، أي ظاهر نصهم في التحريم، لما قالوا إنه يحرم ظاهر نصهم أنه لا تصح الطهارة به. تعبير المصنف إن ظاهره أنه لا تصح الطهارة به، عبر بالظاهر لأجل أنه قد يحتمل من كلامهم لما قالوا لا يباح أنه يقولون يحرم لكن يجوز التطهر به، فسكتوا عن التطهر ونصوا على التحريم فقط. هكذا يعني قد يحمل عليه كلامهم، ولكن بين المصنف أن ظاهره أي ظاهر كلامهم ذلك. وهذا الظاهر الذي ذكره المصنف هو الموافق لقواعد مذهب أحمد، فإن الأصل في قواعد مذهب أحمد أن ما حرم استعماله، ما نهي عنه حرم استعماله، فإن النهي عندهم يقتضي الفساد، فساد الوضوء به. ولذلك قال بعض المحققين إن هذا الاحتمال بأن يكون حرم استعمال الماء لكن يصح التطهر به، إن هذا الحكم المحتمل لا نظائر له في مشهور المذهب. إذن فقول المصنف ظاهره صحيح من جهتين، من حيث القاعدة الأصولية العامة، ومن حيث نظائر الحكم في المذهب. ومعلوم أن معرفة النظائر مهم للحكم، فالأصل أن الحكم لا يأتي له منفردا عن نظائره، فلا يعرف في النظائر في المذهب ما يحرم استعماله ولا يجوز. طيب، قول المصنف لا يباح ماء الآبار ثمود، أي قوم ثمود، فيها نكتة سأذكرها، وهي أن هذا النهي الذي نقله المصنف إنما قاله ابن مفلح، وقد ذكر ابن مفلح أن الأصحاب قد نصوا على جواز ماء الآبار غير بئر ثمود، نصوا على الجواز، لكن قال ابن مفلح ولا وجه، ذكر ذلك في كتاب الأطعمة، فقال ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب من إباحته مع ورود النص، مع ورود الخبر وورود النص على أحمد في تركه. وهذا يدل أنها، أنا أريد أن أقف مع هذه على مسألة، أن كبار أصحاب أحمد كابن مفلح ومشى وتابعه عليه المصنف يعلمون أن النصوص مقدمة ومعظمة، ولا يمكن أن يستقيم مذهب بلا نص. نعم، نحن في شرحنا لو أردنا أن نذكر الأدلة والتفريعات لجلسنا سنين طوالا، وإن المقصود تحرير عبارة المصنف فقط، فالمقصود أن انظر كيف أنهم جزموا بهذا القول الذي ظاهر كلام الأصحاب المتقدمين على خلافه لأجل ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص أحمد أيضا الذي وافق هذا النص. طبعا يقصد بكلام الأصحاب الموفق وغيره كما نبه على ذلك صاحب الإنصاف. نعم، قال فظاهره لا تصح الطهارة به. شوف كلمة قوله لا تصح الطهارة، مر معنا أن الطهارة في مقابل معنيين، الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. هنا المراد بقوله لا تصح الطهارة به أي لا تصح الطهارة به لرفع الحدث فقط دون رفع النجاسة، جزم بذلك البهوتي، وجزم بذلك كثيرون من المتأخرين، منهم صاحب أخصار المختصرات، ومنهم مرعي وأظن وغيرهم، نصوا على أنه يعني آبار ثمود والماء المغصوب يجوز إزالة النجس به ولا يجوز رفع الحدث، ولا يجوز رفع الحدث. نعم، كماء مغصوب، قوله كماء هنا الماء الكاف ليست للتشبيه وإنما للتنظير، احنا ذكرنا الكاف الأولى أنها للتشبيه، هنا للتنظير. أو ثمنه المعين حرام، أو ثمنه المعين حرام. طيب، قوله أو ثمنه المعين حرام، صورة المسألة يعني أن شخصا يشتري ماء
ويشتريه بثمن معين بأن يقول بهذه 500، بهذه، أو اشتريت منك هذا الماء ب، لأن الثمن دائما يدخل عليه حرف الباء، بتلك السيارة أو بهذا القنينة الماء ونحو ذلك. وكان هذا الثمن المعين محرما لأن كان مغصوبا مثلا أو نحو ذلك، فيقول لا يصح. يخرج من هذه المسألة صورتان: إذا اشتريت بماء مباح، عفوا بمال مباح، ولكنه أعطاه بدلا منه مالا محرما، أو إذا اشتريت بموصوف في الذمة، اشتريته بخمسة وسكت ثم أعطاه مالا محرما فتصح. لماذا فرق الأصحاب بين هذه الصور؟ هذه مبنية على قاعدة مشهورة جدا جدا، وهي مسألة هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أم لا. مشهور المذهب، بل المجزوم به، بل حكى القاضي عدم الخلاف فيه، أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، وعلى ذلك فلا يصح البيع إلا بهذه الدراهم المعينة، فحينئذ فتكون بدلا لمحرم، فإذا فسد البدل فسد ما يقابله وهو المبدل، فلا يصح. إذن هذه مبنية على مسألة دقيقة جدا، وكلام الفقهاء ما أخذوه من يعني اجتهاد مطلق كذا، وإنما بنوه على أصول وقواعد، فكلامهم دقيق. نعم قد يخالف هذه المسألة في جهات أخرى، في قضية القاعدة الكلية هل يلزم التعيين أم لا وغير ذلك، مسألة هذه مسألة أخرى. نعم. فيتيمم معه لعدم غيره. نعم، أي وإن معه، أي مع وجوده لعدم غيره، أي إن لم يجد غيره ليتوضأ به. ويكره ماء بئر ذروان وبئر برهوت. نعم، قال ويكره ماء بئر ذروان. بئر ذروان هذه بئر في المدينة، ذكر أنها هي التي جعل فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاط جعلت في جب التي هي بئر ذروان هذا، فيكره وليس محرم، لأنه صلى الله عليه وسلم دفنها كما جاء في مسلم. وأما بئر برهوت فهذه بئر يذكر أنها في اليمن يجتمع فيها الشياطين، فنظرا لاستقذار الناس لها تكره، ولكن ليست محرمة. وغالبا ما يذكر في ما يتعلق باجتماع الشياطين وغيرها أشياء عند العرب لا أصل لها، مثل الشجرة التي تذكر في اليمن في حضرموت أن من بات تحتها أصبح إما شاعرا من أشعر الناس أو أصبح مجنونا، وهذه مذكورة في شعر المتقدمين في الجاهلية، وكل هذه إنما هي من أخبار العرب، مثل ما قال الأول وهو حسان: شيطانك أنثى وشيطاني ذكر. هذه علمه عند الله عز وجل، لكن لما أصبح الشيء متكلما فيه كيف وقد قيل كرهها العلماء، ولكن لم يقولوا إنها محرمة. لعلنا أخذنا ساعة من الوقت، نقف عند هذا القدر. إن شاء الله الدرس القادم نكمل بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.